أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر، هذا هو الأسبوع الخامس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. بداية دعونا نستذكر قصيدتنا ونذهب إلى تحليلها. لازلنا في قصيدة الحنين إلى ديار أهل، وبالطبع لابد أن نستذكر شرح هذه الأبيات، ومن ثم سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل. يتحدث في الشاعر في هذه القصيدة عن ذكرياته وحنينه إلى ديار أهله، ويعبر فيها عن التصاقه بالأرض والمكان، يستعيد الماضي ويعود فيها إلى أيام الطفولة والصبا، ويذكر ملامح من تلك الأيام والذكريات، ولا سيما ذكرياته أيام والده، مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، منطلقا من تجربة واقعية بشكل يشبع الحياة في النص. دعونا نستذكر تحليل الأبيات. المقطع الأول: كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورجع سربا من الذكريات، تحوم مثل الحساسين حولي، أبي في المضافة، والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة، وهي على كل طرف نار تغلي، وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينة، وهو يتضرع إلى الله حين يصلي. لاحظ معي عزيزي الطالب، هناك بعض المفردات كما تظهر أمامك: دندن غنى بصوت خافت، وهنا تستخدم للعود، القهوة البكر، القهوة التي تصنع لأول مرة في الصباح الباكر، يضرع يخشى. هنا هذا المقطع الأول، يحن الشاعر إلى منازل أهله في المكان المحبب والشخصية الأصيلة، يسترجع الإحساس بقيمة الحياة السابقة، ربط الحاضر بالماضي، صورة الأب في المضافة، يقدم قهوته الصافية التي تكون قد أعدت للزائرين بمحبة، صورته وهو يضرع إلى الله تعالى في صلاته، فيملأ قلب الابن بالطمأنينة. أبرز صورتين تتوهجان في ذهن الشاعر كلما استمع لدندنة العود، للموسيقى الشرقية الصافية. هذه الموسيقى تعيده إلى ذكرياته التي شبهها بسرب من الحساسين التي تحوم حوله، ويستدعيها شعوره بالنشوة والراحة إذ يستمع إلى الموسيقى التي تعجبه وتؤثر فيه، كما يستدعي هذا الشعور صورا أخرى مفتقدة. في المقطع الثاني، هنا كما يظهر أمامكم العتيق القديم، شقاوتنا، مشاكستنا، غبطة هي تمني ما عند الآخرين دون تمني الزوال النعمة عنه، أي أننا نرى النعمة نقول اللهم أعطنا، ولكن لا نتمنى زوالها ممن أمامنا. هنا يبرز الأب في أبهى صوره عبر هذه الاستعادة، المضافة تتهيأ لاستقبال الضيوف، عند البوابة البيت يرحب بالجار مسرورا باستقباله، منشغلا عن شقاوة أبنائه. هذه إشارة إلى شقاوة الشاعر طفلا، هنا يؤكد على جمال الصورة، صورة القرية المفتقدة وإحساسه بخسارتها الفادحة. في هذا المقطع يتكئ الشاعر على بعض الألفاظ التي تدل على انتمائه إلى التقاليد الريفية، وهي الممر العتيق، سياج، رائحة الخبز، أيضا بوابة الدار. هذا المقطع إشارة إلى عادة عربية أصيلة، وهي حب الجار وإكرامه، كما هنا يعقد مقارنة بين حال في حياة والده ووفاته، كما يظهر الفرق عزيزي الطالب. في المقطع الثالث، وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، المفردات: التعاليل، السهر، مشرعة مفتوحة، الندى هي كناية عن الكرم والجود، الخليل الصاحب. هنا عزيزي الطالب يشرح الشعر، فيعود إلى موسيقى العود المؤثرة التي تنقله إلى القرية المفتقدة.
تعاليل المضافة المليئة بالدهجة والدهشة، قصص خيالية، سهر، شعر شعبي، والتي أثارت الشوق والحنين في تلك اللحظة التي يفتقدها الشاعر الآن ويحن إليها. وأيضا يبرز الأب مهيبا في عائلة متوحدة قوية، ويصف أعمامه بسرب من الصقور دلالة على شجاعتهم وإقدامهم، ويظهر قوة التأثير في هذه الصورة في نفس الشاعر أنه يعدها ساطعة مضيئة مقارنة بالحاضر المعتم، كأنما يهرب إلى جمالية الألفية أو من الحاضر وخلوه الآن، هو في الحاضر يخلو من هذه الألفة والمحبة والصفاء. أيضا يبدو أن الشاعر تأثر في تعبيره عن افتقاد القرية التي يبرز فيها الأب ساطعا قويا، من تعبيره عن الإحساس بفقد الأب مجرد منها. هنا يسخر جماليات القصيدة التقليدية القديمة عبر أبهى ما فيها المقدمة الطليلية للتعبير عن إحساسه بفقد المكان الأليف، الحنين إلى الماضي الجميل الخالي من تعقيدات الحاضر وسوءته، ذلك الماضي الذي يمثل قوة العائلة وهيبتها مقابل حاضر الخسارات والانهيارات والخيبات. والآن عزيزي الطالب، وبعد أن استذكرنا القصيدة سننتقل إلى التذوق الأدبي. أكثر الشعراء المحدثون من التكرار في أشعارهم. هات مثالين من النص. إذا نريد أن نستخرج أمثلة على التكرار في النص، وما الغرض من هذا التكرار؟ لماذا نستخدمه؟ وضح الصور الفنية في كل مما يأتي، ورجع سربا من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي. الممر العتيق يحن لوقع خطاك، وعاد أبي وهو يفرش قريتنا هيبة، وقد عمروا بالمحبة جدرانها. استخدم الشاعر في القصيدة صوراً حركية وصوتية، اذكر أمثلة عليها ووضحها. هات من النص ما يدل على العواطف الآتية: الشوق والحنين، الحزن، الألفة والمحبة. علل كثرة استخدام الشاعر ضمير المتكلم. تأثر الشاعر بأسلوب الشعراء القدماء في المقطع الأخير، حدد العبارة التي تدل على ذلك، بين الغرض من ذلك، عد إلى المقطع الأخير واستخرج منه مثالاً على الطباع. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع الخامس. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.